كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد فهي امتحان اختبار لهم هل ينجح في الاختبار أو لا រាល់ និមត្ត ទាំង ឡាយ ដែល អល់ឡោះ ស្វាហា តាឡា បាន ផ្ដល់ មក ឲ្យ ខ្ញុំ របស់ គាត់ គឺ ជា ការ ដក ពិសោធន៍ ធ្វើ តេស្ត មក លើ ខ្ញុំ របស់ គាត់ តើ ពួក គេ ជ័យ ជំនះ ឬ ក៏ អត់ كيف ننجح في الاختبار តើ យើង ទទួល បាន ជ័យ ជំនះ ដោយ ម្ដេច اولا قبل ان تاتي النعمه قبل مثلا انت تريد مال الان قبل ان ياتي المال ماذا تصنع ដូច្នេះ មុននឹង យើង បាន ទទួល និមត្ត ពី អល់ឡោះ តើ យើង ត្រូវ ធ្វើ ដោយ ម្ដេច تتعلق بالله لا بغيره تطلب من الله لا من غيره الجنة تطلب من من؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى ولا تطلب من غير الله لماذا؟ لأن الجنة يملكها الله سبحانه وتعالى أيضا الرزق كذلك لا يملكه إلا الله بعض الناس هدانا الله إياه يطلب يقول مثلا الحكام أخذوا أموالنا ضيعنا أنا أطلب من الوزير أنا أطلب من التاجر يعطيني مال لماذا لا يعطيني منوخله نبيدقات بطبان ترسمبات قد ها نيجو شبا نأمين أمنات نيجو نأمين أمنات نيجو قد تيمتي أمبي نأمين أمنات نن أوي هذا الذي يطلب من الوزير من التاجر يفكر أن الوزير لو يتعرف عليه ويعطيه الأموال هذا تعلق بغير الله هذا رسب في الاختبار الأول ثم الاختبار الثاني إذا جاءت النعمة الله سبحانه وتعالى أعطاك الأموال ماذا تصنع؟ بنطمق لتبي كل الله سبحانه وتعالى بنفضل نعمة أجرن دشناه نبينه تاجن ترتفر دمنا. لابد أن تشكر هذه النعم. جن جم بترتفع أكل نعمتني. بالقلب. نخنق جد. إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فيها من الله. تشكر بلسانك من أين لك هذه الأموال تقول هذا من فضل ربي الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علي تشكر بالجوارح بأن تصرف هذه النقود مثلا في طاعة الله ولا تنفقها في المعصية ជើងអគុណដោយកាយវិការដែលយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលអល់ឡោះស្វាតាបាទប្រទានឲ្យយើងយើងទៅចែកចាយឬក៏ចំណាយទៅក្នុងផ្លូវដែលអល់ឡោះប្រា